سلام، اليوم عندنا موتور فورزا، موتور شنوا فورزا كاتون ضيع في الزيت. باش نحاولوا نلقاو حل للاشكال هذايا. مول الموتور بالرسمي معناه يسخف، السكليستيه والصنايعيه تركوه معناها بالرسمي يهلكهم الرب، تركوه البلوك حل 4 5 مرات وما نجحش. كما تشوفوا شوفوا معناها الموتور معناها تقطر في الزيت، تقطر عبارة سبالة. شوفوا معناها بكلها زيوت من هنا، شوفوا الزيت، شوفوا نقطة الزيت لوت تقطر الموتور. باش نحاولوا نلقاو حل يعني، ولكن في البداية اضغطوا على الزر الأحمر سبسكرايب للاشتراك في القناة، واكتبوا كومنت ولايك، اضغطوا على حلينا شيرة الفولوموتير، شيرة الباراويلات. مش نعملوا لها ضريبة، ضريبة تنظيفة بالليسانس، ننفك الزيت القديم هذاك باش من بعد كي يبدا فما تضيع ولا حاجة نفيقوا بيه. نعملوا لها ضريبة كما تشوفوا. نلقاو الباراويلات في حالة، باراويلات معناها مرجع له القدم في عود نورمالمون، بلوك يتحل، باراويلات والرولمونات هذوما يتبدلوا. خذينا زوز بولونات جدد، خذينا كعبتين باراويل، خذينا الجوان توريك الكبير وزوز جوانات توريك صغار معناه يجوا في البولونات. هذه الباراويل القديمه لوح، هذه الجديده ركبوها. هذا جوان توريك يجي على الداير سير معناها يركب لهنا ويتعمل له شويه باد جوان. هذا جوان صغير يجي في البولون باش يسكر على الزيت. جوانات الصغار يجوا في بلايص البولونات لهنا، جوان يجي لفوق وجوان يجي لوط. نعملوا له ضريبه بات جوان من فوق باش يشد البلاصه ما يتنحاش. لاصق المدوره نتاع الزيت نعملوا لها ضربه بالبروس ميتاليك، نحيو بقايا الجوان القديم، اكد يشيل كله يتنحى. باهي، هذا شويه بات جوان، ناخذ شويه بات جوان. باهي كما تشوفوا طرف بات جوان في صبعي، ونعملو في بلايس البولونات لهنا، بلايس متاع البولونات. بعديك نحط عليه جوان توريك، فهمتني؟ هذي روت سكور على ضياع الزيت باش كان يبقى فما فضاء ولا حاجة، يبقى فما شقوق معناها يسركيلي منها الزيت يتنحى كالكل، فهمتني؟ نسكر عليه ما خليلو حتى نفس كيما تشوفوا، ضريبة بات جوان. وبعديك نحطو جوان توريك، هذا جوان صغير نحطو كعيبة لوطة وكعيبة الفوق. هذا يجي لهنا، ننزل عليه بصبعي، تدخل في البات جوان، يتغلغل فيها البات جوان، جو أحلى جو. الفلاسك متاع الزيت بعد ما نظفناها من البات جوان القديم، ناخذ شوية بات جوان، ناخذ طرف بات جوان ونحطه فك الشقة ذاك في الوسط بلاست جوان توريك، نعبيوها بالبات جوان. نعبي كما تشوفوا الشقة ذاك نعبيه كله بالبات جوان. بعد ما عبيناه بالبات جوان سيء كما تشوفوا، ناخذ الجوان توريك الجديد هذا ونركبوه. تويك الفلاسكه نتاع الزيت حاضره باش نركبوها في البلاصه. ركبنا الجوان توريك نتاعها وجوها احلى جو. الفلاسكه نتاع الزيت ركبت، ثم بولون الفوق بولون اللوطه نكبسوهم بالباهي، نتفقدوهم نكبسوهم بالباهي. واحنا قاعدين نركبوا ونرجعوا في البياسات يواجهنا اشكال، شنو نلقاو السلسله متاع الديمارور طويله. السلسله هذيا تنجم تتملص لي لداخل وتعمل كارثه. شنو باش نعمل؟ دبرنا سلسله متاع شين، سلسله متاع شين باش نقصوا فيها حبر على قد البلاصه. حليناها السلسله وباش نقصوا فيها كيما تشوفوا،
خاطر تبقى لي طويلة، تنجم تتملص تخرج من البنيون وتدور على الفولون وتاكل بعضها. سيئة كملنا كل شيء، الموتور ركبت، جوها باهي، توا حان وقت التجربة. الموتور كيما تشوفوا تخدم، جوها باهي، فيها برشا حس، برشا شقلالة، ما عادش ضايع في الزيت. الحس هذايا من الفيلبروكان كيما تشوفوا، الزيت نكتة، لا نكتة، ما عادش تضيع. فيها حس من الفيلبروكان أعوج، والسوبر بيت يعمل في الحس مش مرق الجين. بالنسبة للمولى الموتور ما في حالوش، قال لي معناها نحيل فيها على الزيت وكهرب. إلى اللقاء في حلقة قادمة. كان عجبكم الفيديو اعملوا جيم، تنساوش الاشتراك، الفلسة الحمراء نحب نترشقها ترشقوها، وعملوا شير معناها في الجروبات وفي كل بلاصه.